وفيما يتعلق بقطاع البناء، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن اشتراطات البناء على مستويات مختلفة ليس الهدف منها الإضرار بالمواطن أو التضييق عليه، كما شدد على أهمية دور البرلمان في مساعدة الدولة فيما تفعله. النقطة موجودة وعليها نقاش كتير وجدل دلوقتي، لا اشتراطات البناء يا دكتور مصطفى. وأنا بس عايز أقول إيه، الربط بين الاثنين بيدي صورة للناس ليه إحنا كدولة واخدين إجراءات قد تكون في من وجهة نظرهم قاسية عليهم أو حتى هتخسرهم، مش كده؟ طيب أنا بس بقول إيه، يعني لو أنا حطيت دي جنب أول صورة أنت جبتها يا دكتور عاصم، نرجع لصورة أول صورة بس خالص، أول واحدة بس، أيوة دي بس. لا اللي بعدها من فضلك، أو اللي قبلها، لا لا الكتلة السكنية بعديها لو سمحت، بعديها بعديها بس. أيوة. هنا طيب أنا عايز أقول لكم على حاجة، لو واحد عنده حتة أرض فاضية هنا، أنا بقول لكل المصريين اللي بيسمعوني دلوقتي، أنا خليه ابني تاني؟ أنا بس عايز أنتوا تقولوا بحكم، مش هقول شغل هندسة ولا حاجة، بمنطق عادي جدا، لو حد فينا حتة أرض فاضية أقدر أخليه ابني ولا هيقول جت عليا؟ هيقول جت عليا، مش كده يا دكتور؟ صحيح. يعني ده اللي هيقوله، اشمعنى انا؟ طب لو جيت قلت له طب ماشي ممكن اخليك تطلع دورين، يقول لي طب اشمعنى انا، ما في اللي جنبي طالع 10 ادوار، اشمعنى انا؟ لو احنا فكرنا دايما على ان احنا اشمعنى انا، يبقى عمرنا ما هنغير.